قدم هذا الرجل قطعة لحم لهذه الكلبة الجائعة، لكن هذه الأخيرة لم تأكل تلك القطعة، بل أبقت عليها بين فكيها وانطلقت تجري. عندها قرر الرجل أن يلحق بها ليعرف أين تأخذها. بقي الرجل يتتبع الكلبة ويصورها بكاميرا هاتفه الذكية حتى وصلت إلى مكان إقامتها، وهناك ظهرت أربعة جراء صغيرة وتهافتت على الأم لتأكل تلك القطعة. الكلبة وجراؤها. ظهرت هذه الكلبة في صورة وهي تنبش في الأرضية الإسفلتية وهي في قمة التوتر. عندها تدخل أحدهم وقرر مساعدتها لأنه تأكد أنها تبحث عن شيء مهم. الكلبة وضعت جراءها في حفرة إسفلتية، لكن عندما تساقط المطر بغزارة امتلأت الحفرة بالماء، لهذا اضطرت أن تنقل صغارها إلى مكان آمن. لكن أحدهم بقي عالقا داخل الحفرة وغمرته المياه. دخلت الكلبة في الحفرة وأخرجت صغيرها. في البداية كان الجرو يبدو ميت، لكن من حسن الحظ أنه تم إنقاذه وانضم إلى إخوته. قطة وصغيرها. في هذا المشهد دراماتيكي ظهر هذا القط الصغير وهو يحاول تسلق الجدار ليلحق بأمه، لكنه لم يتمكن من ذلك. لم تفكر الأم طويلا ونزلت عنده ثم حملته في فمها كما تشاهدون، وتسلقت الجدار وغادرت برفقته. مشهد آخر مؤثر تم التقاطه في سوق لبيع الدجاج، يدل على أن غريزة الأمومة قوية عند الحيوانات. كانت بطلته هذه الدجاجة التي غطت صغارها بجسمها كي تحميهم من الأمطار الغزيرة التي كانت تتساقط في تلك اللحظة. رحلة على متن ظهر الأم. شاهدوا كيف تحمل هذه الدبة صغيرها على ظهرها وتعبر النهر. أما في هذا المشهد والذي يبدو أكثر غرابة، رصد صياد روسي هذه الدبة وهي تحمل صغارها الثلاثة على ظهرها وتعبر النهر. وعلى الرغم من أن وزن الدببة الثلاثة أرهق الأم كثيرا وجعلها تسبح ببطء شديد، إلا أنها قاومت حتى وصلت إلى الضفة الأخرى من النهر. ثم ساعدتهم على الخروج وغادرت برفقتهم. جرو في كيس بلاستيكي. تدخلت هذه الكلبة لتساعد صغيرها عندما لاحظت أن رأسه مغطى بكيس بلاستيكي، حيث اقتربت منه وأزالت الكيس من على رأسه بهذه الطريقة. الغزالة المغامرة. غامرت هذه الغزالة بحياتها عندما لاحظت أن صغيرها عالق داخل الحديقة المحاطة بسياج والتي يحرسها هذا الكلب الأسود الشرس، حيث قررت أن تتدخل لتحرر صغيرها مهما كلفها الثمن. واقتحمت الحديقة على الفور وبقيت تصارع الكلب، وفي الأخير تغلبت عليه وأرغمته على الانسحاب، ونجحت في نفس الوقت في تحرير صغيرها حيث أخرجته من الحديقة وغادرا معا. الأفيال في مواجهة الكلاب البرية.
اجتمعت هذه الأفيال كي تحمي صغارها من قطيع الكلاب البرية الإفريقية التي كانت تستعد للهجوم عليها. كانت الأفيال تحيط بصغارها وتصدر أصواتا تدل على غضبها، وكانت تبدو مستعدة لفعل أي شيء من أجل حمايتها. وهذا ما جعل الكلاب البرية تفقد الأمل وقررت الانسحاب على الفور. الأيل مع صغيريها. وجدت هذه الأيل نفسها عالقة بين السياج العالي والطريق السريع، ولم تستطع عبور الطريق هي وصغيريها للوصول إلى الغابة. أنثى الأيل بدت متوترة للغاية وهجمت راكب دراجة هوائية كان يمر بالقرب منها، لأنها شعرت بأنه يشكل خطرا على صغيريها، وتسببت في سقوطه على الأرض. ثم عادت لتطمئن على الأيلين الصغيرين. تدخل صاحب هذه السيارة البيضاء لينقذ سائق الدراجة، لكن الأيل هجمت عليه وأرادت نطح السيارة. الجرذ في مواجهة الأفعى. هذا الفيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ظهرت فيه أفعى وهي تخطف صغير الجرذة الأم، لكن هذه الأخيرة لحقت بها كي تنقذ صغيرها، حيث قامت بعضها من ذيلها وأرغمتها على إفلات الصغير، ثم صحبته معها واختفت وسط الحشيش. الجواميس ضد الأسود. ظهرت مجموعة من الأسود وهي تلاحق هذه الجاموسة وصغيرها الحديث الولادة، وعلى الرغم من أن الأم كانت تجري وتلتفت إلى صغيرها لتحميه، إلا أن إحدى اللبؤات تمكنت من خطف الصغير وحملته بين فكيها وهربت. لحقت الأم باللبؤة ودخلت في شجار معها حتى استعادت صغيرها، ثم أبقته بالقرب منها وبقيت تحوم حول نفسها وتطرد باقي الأسود التي كانت تريد النيل منه. الأب يخاف من الأم. في هذا المشهد الطريف قام هذا الكلب بحركة مستفزة ليخيف بها صغاره، وعندما بدت الجراء تصرخ لأنها شعرت بالذعر، تدخلت الأم وهجمت على الكلب وحاولت عضه لأنه أزعج صغارها. الكلب بدا خائفا ونادم لأنه أخاف الصغار وبقي واقفا على رجليه الخلفيتين وكأنه يترجى الكلبة أن تصفح عنه. بطة في مواجهة مالك الحزين. حاول طائر مالك الحزين الأبيض هذا أن يخطف صغير البطة، وبمجرد أن حمله في منقاره حتى هجمت عليه البطة الأم وضربته وحررت صغيرها. وفي مشهد آخر مشابه ظهرت هذه البطة وهي تقف في وجه مالك الحزين الذي كان يريد الاقتراب من صغارها لخطف أحدهم. البطة هجمت على الطائر وحاولت ضربه بمنقارها، ثم لاحقته حتى طردته من البركة. عائلة جميلة. شاهدوا كيف هجمت أم جراء الدوبرمان الأربعة على الأب وطردته، لأنها شعرت بأنه يزعج صغارها بتصرفاته. أيل متحمسة. دخلت هذه الأيلة إلى فناء أحد المنازل رفقة صغيرها، وعندما لاحظت أن أصحاب المنزل اقتربوا منها ليلتقطوا لها بعض الصور
ظنت أنهم يريدون إلحاق الأذى بصغيريا، وأبقت خلفها ثم اقتربت من هؤلاء الأشخاص وحاولت إبعادهم عنها.